بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح السينكرو تشيك ريلي. الانسي كود بتاعه 25. ده عباره عن ريلي بيقيس الفولت، يستخدم لما اثنين باور سيستم هيتوصلوا مع بعض، لو عاوز اشوف السينكرونايزيشن بينهم يعني. ده مصمم الريلي ده مصمم لتحديد الاختلاف او الفرق في الامبليتيود والفريكوانسي والفيز بين التو ميجرنج فولت اللي انا قيسته. ليه حبه مود اوبريشن؟ ليه ثلاثه مود اوبريشن، اللي هو ان انا هوصل لايف باس مع ديد لاين، او لايف باس مع لايف لاين، او ديد باس مع لايف لاين. بيستخدم في حاجتين، سينكرو تشيك فانكشن وفولتج تشيك فانكشن. سينكرو تشيك فانكشن تستخدم لما اثنين نتورك او تو انتر كونكتد نتورك سيكشن هيتوصلوا مع بعض، والوظيفه دي بتسمح هيتوصلوا مع بعض، والوظيفه دي بتسمح للسيركت بريكر انه يقفل فقط لما يكون الفولت على طرفي السيركت بريكر تطابق مع سيتنج فاليو في الماجنتيود والفيز والفريكوانسي ديفرنس. تاني وظيفه اللي هي الفولتج تشيك فانكشن، بتحدد ده بيحدد الانرجايزنج دايركشن، اللي هو انا وصلت ديد نتورك بارت مع انرجايز سيكشن اوف نتورك، فالسيركت بريكر هو اللي هيحدد حاله السيكشن، اللي هو اني سيكشن بيكون لايف واني سيكشن بيكون ديد. عندنا ليه عده ابلكيشن، اللي هو كونكتنج ا جنريتور تو ا سيستم، ريستابلايزنج ذا كونكشن بتوين تو بارت اوف ذا سيستم، مانوال كلوزنج اوف سيركت بريكر، اوتوماتيك ريكلوزنج اوف ا بريكر افتر ريلي تريبل.